يا الله يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة والأخوات، أتمنى أنكم بخير. إذا كان الصوت يلحقكم جيداً، إذا كان فيه إخوة راهم يتابعوا فينا، نحن على الفيسبوك اليوم الجمعة. إذا كان فيه إخوة فقط ديروا لي إشارة من أن راه الصوت يلحقكم جيدا إن شاء الله، باش ننطلقوا في هذه المداخلة حول كريم طابو والدولة العميقة في الجزائر. يا الله يا كريم. الأخ ولا الأخت اللي ترمز للاسم نتاعك بأسماء، شكرا شكرا. شرف الدين، أمين. إذا إن شاء الله نبدأ في هذه المداخلة. الآن مانيش نقرأ في التعليقات، نحول التعليقات هكذا باش نركزوا على المداخلة. إذا الإخوة والأخوات، نحن على الفيسبوك اليوم الجمعة، نحن في الصبيحة نتاع يوم الجمعة، نحاول إن شاء الله نفيدكم بهذه المداخلة فيما يتعلق بالمحاكمة نتاع كريم طابو في ظل هذا الحراك اللي كان موجود في الجزائر، واللي توقف بسبب هذا الفيروس نتاع كورونا. أول سؤال اللي نطرحوه، بحكم هو أنه كاين فيه محامين يتحدثوا على المحاكمة نتاع كريم مولاي كريم طابو معذرة، ويقولوا من أنه المحاكمة هذه محاكمة سياسية. السؤال اللي نطرحوه هو، هل ترى المحاكمة سياسية أم قانونية؟ وأعتقد هو أنه الجواب نتاع الناس اللي هما يساندوا كريم طابو رايحين يقولوا من أنه المحاكمة سياسية. ولنفترض أن المحاكمة هذه سياسية، ونبدأ إن شاء الله نحلو في هذا الموضوع تاعنا المتعلق بالمحاكمة نتاع كريم طابو. واعذروني إذا كان أخطأت أو سهيت في هذه المداخلة لأنه لم أنم طولي. إذن لنفترض أن المحاكمة هذه سياسية، كريم طابو هو رجل سياسي مناضل، كان قيادي في الحزب نتاع جبهة القوى الاشتراكية اللي كان يرأسه حسين أيت أحمد ربي يرحمه. نلتقي مع كريم طابو في بعض القضايا، نتقاطع في بعض المسائل. لا شك هو أنه رجل سياسي، لا شك هو أنه مناضل، لا شك هو أنه معارض للسياسة نتاع النظام، ولا شك هو أنه من الشباب المتحمسين المتطلعين لجزائر جديدة، لجمهورية جديدة، لدولة نتاع الحق ونتاع القانون. ربما تختلف الرؤى، تختلف الأساليب، لكن كريم طابو رجل سياسي ومعارض مثل ما قلت. لكن مادام قلت أنا لنفترض أن المحاكمة هذه سياسية، نطرح سؤال آخر، هل ترى كريم طابو هو دخل للسجن قبل الحراك في إطار سياسة؟ لأنه هذا كريم طابو ما بداش يناضل اليوم،
والقول الآن اللي راهو يقول من أنه النظام مازال هو، يا هل ترى كريم طابو حكم أثناء الفترة نتاع بوتفليقه لمدة 20 سنة؟ يا هل ترى حكم كريم طابو بسبب آرائه السياسية ودخل للسجن وعذبوه وضربوه وداروا فيه ما داروا؟ نخلي لكم الجواب. يا هل ترى حاكمته هذه المخابرات ودته المركز هذا نتاع عنتر إلى غير ذلك من المسائل؟ يا هل ترى حكم كريم طابو في الأحداث نتاع 2001 اللي جرات في المنطقة نتاع القبائل، بل مست حتى ولايات واحدة أخرى ومن بينها الولاية نتاع برج بوعراريج وولاية واحدة أخرى؟ يا هل ترى حكم كريم طابو وأدخل السجن؟ نخلي لكم الجواب. يا هل ترى المشكل نتاع كريم طابو المشكل السياسي هو بدا منذ الفترة نتاع بوتفليقة؟ تعرفوا كلكم أيت حمد شكون هو؟ أيت حمد هو رجل سياسي، واحد من المناضلين الحزب نتاع الشعب قبل الاندلاع نتاع ثورة التحرير، واحد من القياديين اللي كان في السجن بعد الاختطاف نتاع الطائرة. وتعرفوا الصراع حول الحكم يعني من قبل الثورة، يعني قبل 54، وبقى أيت أحمد معارض إلى آخر يوم في حياته. ولو أن المواقف نتاعو تغيرت في المدة الأخيرة يعني قبل الوفاة نتاعو، لكن الكل مجمع أنه أيت أحمد كان معارض، وبالتالي حتى مات. واسمه كريم طابو هو واحد من الناس الذين ورثوا ولا ورثوا بعض السياسات وبعض المواقف، ولا شك هو انه راه شرب حتى الثمالة من المواقف السياسية والتاريخية نتاع أيت حمد. بالتالي درك هذا الموقف السياسي ما هوش طارئ، ما جاش يعني فقط الآن نتاع القناعات هذه نتاع كريم طابو، ما جاتش الآن. وبعض الناس اللي راهم درك هما يدافعوا عليه، أنا كما قلت ألتقي مع كريم طابو وأدافع عن الحقوق نتاعو، حرية نتاع التعبير، نلتقي في بعض الأشياء اللي كنت نذكر في بعضها منذ قليل، ولكن الموضوعية تقتضي هو أن نتطرق إلى لب المشكلة، ما لازمناش نبقى وندوروا على الأعراض نتاع المشكلة لأنه ما راناش راحين نلقاو الحل. إذن المشاكل السياسية اللي راهو كريم طابو راهو درك هو عنده إيديولوجية، عنده مفاهيم، عنده أفكار سياسية، عنده أسلوب في النضال تاعو راهو هو مقتنع به، وراهو هو يحوس يجسد هذيك الأفكار اللي راهو يناضل فيها. فيها أشياء اللي احنا رانا نلتقيو فيها، وفيها أشياء ربما نختلف في الأسلوب أو نختلف في الوسيلة أو ربما نختلف في الهدف. تعرفوا الصراع اللي دار حول الحكم، وكاين بعض الشخصيات اللي فيما بعد اللي كانوا هما معاه وارب ومدين، تعرفهم اللي كان اسمه أيت حمد، هز السلاح بعد الثورة، هز السلاح في المنطقة نتاع القبائل وسقطت أرواح، وراه التسجيلات راها موجودة ومنشورة، وهو لبس البذلة العسكرية هو ومحمد الحاج وشخصيات أخرى. اللي يحب يبحث والله الإنسان اللي راه مطالع التاريخ يعرف هذه المسائل. إذن في المسألة هذه نتاع الصراعات هي لم تبدأ اليوم، ويكفي هو أنه عرج على الأحداث نتاع 1980
وتعرفوا الاحداث نتاع 2001 وارواح لحتى 2020. فهذه الصراعات اللي راها موجوده ما جاتش اليوم. قضيه نتاع اللغه هذه تاع القبائليه اللي فيما بعد ولت امازيغيه، والثقافه هذه امازيغيه ما جابهاش كريم طابو، كانت موجوده من قبل. وكاين بعض الناس اللي راهم درك هما يدافعوا على كريم طابو، يدافعوا عليه من هذا المنطلق، وعندهم صراعات بدليل. انا اتحدث على كريم طابو، اتحدث على الناس اللي راهم هما يتخفوا بكريم طابو ويتخفوا بحقوق الانسان ويتخفوا بهذه المحاكمه. ودرك نجي الان نتحدث على هذه القضيه نتاع الدوله العميقه والتورط نتاعها في هذه المساله نتاع كريم طابو، ونحاول هو أنه نبعث بعض الرسائل سواء بعض الناس المعارضين المغفلين بين قوسين، مش المعارضين الناس اللي عندهم الخشخاش تاعهم يخدموا مليح، الأغبياء والمغفلين اللي راهم يخدموا في جهات ويحسبوا في رواحهم أنهم راهم معارضين وراهم يعارضوا في النظام وراهم يضغطوا على النظام وكذا. إذن هذا كريم طابو كاين الناس اللي راهم يدافعوا عليه من هذا المنطلق، كاين الناس اللي هما جابتهم هذيك الحمية نتاع أنه قال راهو ابن المنطقة نتاع القبائل، كاين الناس ومش كلهم، كاين الناس راهم يدافعوا عليه من هذا المنطلق وروحوا، حتى بما فيهم ناس راهم في البرج، قسما بالله العلي العظيم ونحلفكم على المصحف الشريف غير يدافعوا عليه من هذا المنطلق نتاع انه قبيلي. هاي وعارف باللي كاين الناس اللي يزعجهم هذا الكلام، وكاين الناس اللي هما ما يحبوش يسمعوا هذا الكلام، ولكن هذه هي الحقيقه. والله العظيم واحلف على المصحف الشريف غير فيه ناس في الولايه نتاع البرج غير يدافعوا عليه من هذا المنطلق، ومعروفين في الولايه نتاع البرج، راهم يعرفوهم في جهه معينه، معروفين بالمواقف نتاعهم، يتحركوا الدفع نتاع على حقوق الانسان، يدافع الناس كل على الدفع نتاع على كريم طابو فقط. هم كاين شخص، كاين شخصيات اخرى دافع عليهم، عندهم ناس معينين معروفين يدافعوا عليهم. كاين ناس راها درك في السجون راشيه واحد ما على بالو بهم، كاين اللي راهو ضرب 25 سنه، هذا يدافع على حقوق الانسان، ما مش يدافع على حقوق الانسان. كيفاش هذا واحد عنده 4 ايام في السجن؟ وما رانيش نقول لكم انا كريم طابو يستاهل السجن، انا راني مع اطلاق السراح نتاعو، لكن هاد الناس اللي راهم هما يستغلوا في هذه القضيه نتاع حقوق الانسان، يا هل ترى راهم يدافعوا على حقوق الانسان؟ ما راهمش يدافعوا على حقوق الانسان. كيفاش هما يختاروا قضايا معينه وينوضوا حي حياه؟ في الاول بطل زعيم راهو يحاكم في النظام وراهو كذا، ومن بعد واجي قال لك راهم جابوه وراهم ضربوه وراهو مبليسي وراهو كذا وراهو دار حادث مرور، ومن بعد قال لك طف هاو طاح وما على بالهمش به وراه. شكون اللي قال لكم؟ درك نجيو للقضيه هذه، درك نجيو لها وحده بوحده. إذن كاينين الناس راهم درك هما يدافعوا على كريم طابو من هذا المنطلق، وكاين الناس اللي هما راكبين القضيه نتاعو، كاين الناس لا شك هو انهم ليسوا من منطقه نتاع القبائل وليسوا من الحزب نتاع كريم طابو، سواء الحزب القديم اللي كان هو الافافاس او الحزب الجديد هذا اللي هو اسو ومازال ما عطاولوش الاعتماد. ناس يقاسموه بعض المواقف السياسيه، يقاسموه النضال، يقاسموه المعاناه اللي راهم عايشينها اغلب الجزائريين، ويدافعوا على كريم طابو، كريم طابو الشاب، كريم طابو المناضل. وانا واحد من الناس اللي التقي معاه في بعض المسائل، ولكن انا اتحدث في هذه النقطه لانه كاين اطراف مختلفه راها دخلت هي في القضيه، وشفت انا حتى ناس اللي هما معروفين بالولاء نتاعهم للجهاز تاع المخابرات،
من بينهم زبيدة عسول، من بينهم بن زديرة، ومن بينهم ناس آخرين دخلوا في القضية هذه ومعروفين بالعمل تاعهم اللي راهو يعرفوا أي واحد مناضل وأي واحد راهو هو دار السياسة في الجزائر داخلين في القضية هذه. حب في كريم طابور، حب في أفكار كريم طابور. إذن فيها أطراف مختلفة راه دوك هي تتناول في هذا الموضوع نتاع كريم طابو، اللي كما قلت منذ البداية ونعاود نكرر من أنه ماهوش موضوع طارئ، وإنما يمتد إلى صراعات قديمة اللي سبق لي وهو أنه أشرت لها في عديد المداخلات وفي عديد المقالات وفي عديد الكتابات، واللي الدور كلها حول الصراع الحكم. هذو ناس مش معترفين، مش معترفين باللي راهم اطراف موجودين. مانيش نتحدث انا على كريم طابو في هذه القضيه، راني نتحدث على الصراعات اللي قلت انا قديمه. ناس مش معترفين، مش معترفين بك باللي جزائري، راهم يعترفوا، راهم يشوفوا فيك هما من انك راك محتل في الجزائر، هكا شوفوا فيك باللي راك محتل، وبالتالي لازمك تخرج. ما هم معترفين بك لا دير هذه الجزائر الجديدة ولا هذه الجمهورية الجديدة، عدل الدستور، ماكش معدل، اللي يخرج يخرج من الجزائر مش تاعك، هكا هذه هي مطروحة هكذا. ولكن كاين الناس اللي هما راهم عندهم أفكار سياسية، ربما نلتقي وهكذا في 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 بعض الأمور، وربما نتقاسموا بعض الأشياء. وأنا لا أعني كريم طابو، راني نعني الناس العنصريين اللي راهم راكبين القضية هذه بالتحديد، باش يكون الكلام تاعي مكان لا جوج لا دروات. ناس عنصريين معروفين بالحقد نتاعهم على العرب، معروفين بالحقد نتاعهم على المسلمين، معروفين بالحقد نتاعهم على الإسلام، وهذه هي. وكاينين الناس، كاينين الناس هما يساعدوا ويدافعوا على كل واحد هو راهو ضد التوجه الإسلامي، ضد التوجه العربي، معروفين. وشوفوهم في المصطلحات اللي ردوها، هذا عروبي، هذا بعثي، هذا بومدياني، هذا كذا هذا كذا هذا كذا. إذن الصراعات هذه راها قديمة، والناس اللي راهم داخلين في هذه المعمعه راهم كثر. درك هذه المسألة هذه نتاع الدول العميقة، كلكم تعرفوا من أنه الآن راه توضحت لكم الأمور، خاصة من الناس اللي كانوا يضربوا في السنيطرة ويضربوا في الزرنة بوتفليقة، راه توضحت لكم الأمور من أنه بوتفليقة جيء به، وكلكم الآن راه توضحت لكم باللي جابوه الجماعة نتاع العسكر، وتحديدا الجماعة نتاع العربي بالخير وعطيلية هو التوفيق والمسالك اللي راها كان دايرة. يا هل ترى من بين هذا الناس هذو اللي راه من الآن يتحدثون عن العصابة، يا هل ترى هما العصابة يقصدوا بها العربي بالخير ويقصدوا بها التوفيق، ولا يقصدوا بها بوتفليقة وخوه؟ ما يقصدوش هما التوفيق، لأنه كاين منهم من بين المحامين كانوا يخدموا مع التوفيق وما زالوا إعلاميين، ناس مبعوثين للخارج بما فيهم الحراقة. هاني نقولها لكم بالصوت وبالصورة وأحكمها على الكلام تاعي، قسما بالله غير يجي النهار، يجي النهار تكتشفوا من أنه قوافل نتاع الحراقة غير كانت تبعث فيهم هذه الدولة العميقة. لا شك هو أنه فيه جزائريين مطحونين، لا شك هو أنه فيه جزائريين مرحيين، لا شك هو أنه فيه جزائريين اللي مساكن يتامى وفقراء وخرجوهما على جل باش يخدموا على شرهم، وخرجوا على جل باش يديروا سيتياسيون على أرواحهم، وخرجوا على جل باش هما يخدموا على العائلات نتاعهم، لا شك في ذلك. ولكن كاينين الناس
اللي راهم هما عندهم علاقه بهذا الجهاز نتاع الدوله العميقه القديم، واللي راه مازال متجذر في كل المؤسسات نتاع الدوله نتاع الجزائريه، وناس اللي راهم موجودين في القنصليات وموجودين في السفارات وموجودين في الجمعيات في الخارج مازالوا يشتغلوا معاه الى تاريخ هذا اليوم. وهذه القضيه نتاع كريم طابو داخلين فيها، داخلين فيها الطوابق نتاع الدول العميقه. ودوك نجي نحكي على بعض المسائل المتعلقه بهذه القضيه. هذه الدول العميقه كلكم تعرفوا شكون اللي جاب بوتفليقه، وشكون اللي كان يعين في النواب، رؤساء البلديات، تزوير، يكفي راهو جنرال توفيق راهو في السجن، طرطاق راهو في السجن. هذا الناس منهم اللي كانوا يخدموا معاه، جمعيات، احزاب، صحفيين، ارباب نتاع المال، قنوات فضائيه، صحف، مواقع الكترونيه. ويكفي راكم تعرفوا بعض المرتزقه اللي راهم كانوا ياخذوا في الملايير، راكم تعرفوه. درك الزيرت عليهم شويه في الجزائر هذه المده الاخيره، لا سيما منذ اندلاع الحراك. لكن الان بعد وفاه نتاع القايد صالح، اللي كما قلت في تسجيلات سابقه تبقى علامه استفهام، بدات تتغير المعادله. وراه من الان اخرين، لانه هذا تبون، هذا تبون ليست له المعلومات اللي عند القايد صالح، ليست له المعلومات اللي راه عند شنقريحه، ليست له المعلومات اللي راه عند ناس في الجهاز تاع المخابرات، حتى اذا كان راه عنده هو النيه نتاع التغيير. هذا الجهاز نتاع الدول العميقه بعد ما راح القايد صالح بدا يحرك في القرون نتاعو، وبدا راهو بدا يعاود ينسج في المؤامرات بعد ما خذ ضربات، بعد ما خذ ضربات وراحوا جنرالات، وكاين منهم اللي راهو داخل السجن، بدا يعاود ينسج في الخيوط نتاعو. والان في هذه القضيه نتاع كريم طابو راه معاودو داخلين فيها. طرحت لكم قبل سؤال في بدايه هذه المداخله، هذه قلت لكم انا باللي هذه واسمو الاخ كريم طابو، كنت طرحت سؤال في البدايه قلت لكم انا المحاكمه سياسيه ولا قانونيه، وطرحت لكم سؤال ايضا حول كريم طابو بخصوص السجن نتاعو، علاش ما سجنوهش هو في وقت سابق، علاش اختاروا هما ناس معينين في هذا الحرك. كريم طابو برك اللي هو تحت ثاني الجيش، علاش ما اختاروش ناس هكذاك اخرين؟ كاينين الناس راهم يتكلموا اكثر من كريم طابو، ولا واحد راهو حط عليهم المجهر، يتحدثوا، لكن هما يختاروا ناس. انا لا اتهم كريم طابو، هما هاد الناس اللي راهم في الدول العميقه موجودين في كل القطاعات، موجودين في الاداره، موجودين في الوزارات، موجودين في المساجد، موجودين في القهاوي، موجودين في الحمامات، موجودين في كل مكان، عندهم الاعين نتاعهم، عندهم الاذرع نتاعهم، عندهم ناس خدامين بالكوارت دايرينهم ديكارت ودايرينهم شهريات، وكاينين ناس معروفين بالشيطة نتاعهم، معروفين بالعقل الحذية، خدموا ببلاش. راهم الان داخلين في هذه القضية نتاع كورونا، صدقوا او لا تصدقوا، يجي النهار وتكتشفوا داخلين في هذه القضية نتاع كورونا، وراه منهم حتى اللي راهو يستعمل في هذا الناس هذو اللي راهم ينظفوا، وراهم كذا وراهم كذا وراهم كذا. والان راهم يضغطوهما، يضغطوا على هذا الجناح اللي راهو في السلطة من اجل على جل باش يهيجوا الشارع، وراهم يزرعوا في الشائعات كلهم من اجل على جل باش يخلقوا وضع، على جال باش يعاودوا يرجعوا
من أبواب واحدة أخرى. كريم طابو مثل ما كنت نقول لكم، لو كان جاتهما عندهم هذه النية هذه لو كان سجنوه من قبل. إذن كاين الناس اللي هما دخلوا في هذه القضية نتاعو، تعرفوا درك باللي هذا القضاء، هذه القضاة هذو اللي راهم موجودين في الجزائر. قسما بالله العلي العظيم، ورانا اليوم الجمعة، أقسم بالله وعلى المصحف، لو كان كاينت عدالة في الجزائر غير هذه القضاة غير منهم الكثيرين راحين يدخلوا السجن، قضاة بالذات يدخلوا للسجن. كاين منهم اللي راهم طلعوا بالرشاوي، ما عندهم لا ليسانس ولا محزنة، ما قراوش الجامعة ودخلوا درواتا قوش منا رشوات منا قهاوي منا وطلعوا راهم قضاة. ومن هذا القضاة اللي راهم هما يشتغلوا مع هذه الدولة العميقة، ومشي من الآن عندهم درك هذه الدولة العميقة، عندهم درك هما أجهزة يخدموا بها، عندهم ناس في الإعلام صحفيين في قنوات فضائية يعطيو لهم أخبار حصريات. هاكم شفتوا كاين صحفيين ماتوا بعد ما نحاو فوزي هذاك ونحاو الصلاحيات هذيك اللي كانت موجودة في وقت سابق، راحوا ماتوا. كاينين مراسلين يخدموا مع قنوات فضائية، يخدموا مع الجهاز تاع المخابرات، عن طريقهم يمروا هما الأخبار اللي حابينها عن طريق قنوات فضائية دولية مش حتى جزائرية. صحف مراسلين يخدموا معاهم، سواء في صحف عربية ولا دولية يخدموا معاهم. كاين صحف يخدموا معاهم حاكمينهم بالإشهار. أنا كاين الناس اللي يحدثوني بالصحف، تكلم معاه تناقش معاه منا ومنا ومنا، يقول لك ودي الله غالب احنا راه الإشهار، تعرف إشارة ما كانش تحرك طف نحيلوا الإشهار. وذوك كاين الناس اللي راهم برا الخارج، يا سيدي رحم والديك خرج البارح، خرج البارح مازال الزف نتاع الطيارة في راسو، تلقاه سكن لك في شاليه وتلقاه ضارب لك الطبل، فهمت، تحرك لك في الطيارة وطالع هابط، والناس الناس راه عندها سنوات وهي تندب بالليل مع النهار، ماكاش ما يقدرش يتحرك. منين الناس راه من وراءه راه هي تمدلو في المعلومات، تمدلو في الاموال، راه مسلكت له لوتال وراه مسلكت له الوسمو، راه يتحرك. ناس خدامين في القضاء في الاعلام ارباب نتاع المال الى غير ذلك، كلهم راهم يخدموا لعودة هذه الدولة العميقة، لأنه ضربوا الرؤوس تاعهم وراهم في السجن، ضربوا بعض الرؤوس تاعهم مش كلهم. كاين الناس راهم يخدموا معاهم حتى من الدول الأجنبية، يخدموا معاهم وممكنينهم ويتعاملوا معاهم في قنوات فضائية، وماذا بهم على جل باش ما يحصلش التغيير في الجزائر، لأنه لما يحصل التغيير في الجزائر ويمتلك الشعب الجزائري السيادة نتاعو راح المصالح نتاعهم، بالتالي هما راهم حاكمين بسنهم وبرجليهم على جال باش تبقى هذه الدولة العميقة لأنها في خدمتهم. لذلك الإخوة والأخوات لازمكم تركزوا على هذه المسألة، هذه الدولة العميقة اللي كانت هي متحكمة ومركعة الشعب الجزائري، واللي كانت هي تمنع فيه من التحرك وتمنع فيه من التغيير، لما جات هذه الفرصة بعد ما مرض بوتفليقة وحكم الفراش، أعطيت الفرصة للقيادة نتاع الجيش ممثلة في القايد صالح والناس اللي معاه، هما ضربوا بعض الرؤوس منهم، ومن بينهم جنرال توفيق، ومن بينهم طرطاق، فيما بعد استطاع هو أنه ينحيو بعض الجنرالات بل حتى عقداء وناس حتى لتحت، ولكن ما زالت هذه الدولة العميقة ما زالت تخدم.
والسيستم تاعها مازال يخدم، والأوفياء تاعها مازالهم موجودين، راهم موجودين في الخارج، راهم يخدموكم تعرفوهم، ضباط في الجيش سابقين، صحفيين، ناس سمسارين راكم تعرفوهم بالأسماء نتاعهم، راكم تعرفوهم مازالهم يخدموا مع هذه الدول العميقة. جات هذه الفرصة نتاع الحراك، كانوا هما في الأول، باش نعود نزيد نكرر، بعض ربما كان فيه بعض إخوة جدد هكذا راهم التحقوا، أو ربما كان إخوة هذه المرة الأولى بركي يسمعوا الكلام تاعي، من الناس اللي ربما جو جدد هكذا في الانترنت ولا كذا. نعود نذكر ببعض المسائل. هما حركوا ناس، حركوهم بما فيهم هذاك رشيد نكاس، حركوهم وفسحوا لهم المجال باش هما يتحركوا، لانه هذاك واسمه سعيد بوتفليقه كان لاتي بخوه، خوه مريض حاكم الفراش، وهما يتحركوا رشيد نكاز هذا كان يتحرك على باله باللي القانون مانعو من الترشح، ويتحرك لماذا؟ لانه هادو كانوا يهيئوا في الارضيه، ومش غير هو والناس اخرين كاين منهم اللي راهو يتحرك عنده صلات بهم يخدم معاهم، وكاين اللي يخدم فيهم بالغباء، وكاين اللي هو جاتو فرصه يقول لك انا بان في القنوات الفضائيه، او ان مانيش عارف انا واحد عنده طمعيه باش يدير حزب وكذا، لقاو الفرصه هما يتحركوا. ولكن هذا الجهاز هذا نتاع الدول العميقه هما كانوا يهيئوا في الارضيه، او الحركه راهو فيما بعد راهو راح من يديهم، راهو راح من يديهم، ومازالهم راهم يرقبوا فيه. هما حركوا ناس، راني في القضية اللي نتاع كريم طابو، بالك راه منكم يقولك بلي السيد هذا وراح، راني في القضية نتاع كريم طابو، ولكن هذه الأمور مرتبطة ببعضها البعض لأنها كلها تتعلق بالحكم. يستعملوا ناس، كاين الناس اللي خدامين معاهم، وكاين الناس اللي يستعملوهم أو يستعملوا القضايا نتاعهم أو كذا، وكل الأمور مرتبطة ببعضها البعض. حركوا ناس في هذه القضية اللي نتاع الانتخابات الرئاسية، حركوا ناس، وفيما بعد هما كانوا يحوسوا يوصلوا علي بن فليس والله علي غديري، كاينين ناس دايرينهم هما حاطينهم كيما نقولوا كيما هذوك دائما يستعملهم المصطلح هذاك نتاع الارانب هذاك في السباق. خشفتوا مرات الانسان هذاك اللي راهو راح يفوز هو بالسباق يخليه حتى للدوره الاخرى، يحطوا ناس في الاول هذاك يشوفوا الحاله وكذا وكذا، ويطمعوا ناس قال ها والله راهو سبقك وها وكذا وكذا، ويخليوا ناس راهم من اللور راهم يتبعوا راهم يراقبوا، هي تلحق ال 200 متر الاخيره هما يخرجوا. هكذاك في الانتخابات الرئاسيه ناس يحركوهم كيما سي نكاز وكيما ناس اخرين حركوهم، مشي في فرنسا في الداخل، مشي في سويسرا، مشي منا تحرك منا، روح للسطيف، روح للبرج، روح لذيك، روح للوهرن، والناس راها تحرك والشباب مساكن. فيما بعد تحركوا هما، واش بداو حركوا هذيك الفوطون تاع بوتفليقه طف هبط الريدو، وبداو يحركوا في الناس يحركوا في الناس، ومن بعد خرج لكم رشيد الميكانيسيان. ها شفاو شفاو لازمكم تشفاو على الاحداث هذيك، ماشي غير هكذاك برك تروحوا، حركوا لكم رشيد الميكانيسيان، ومن بعد الناس دخلت لها في بعضها ما فهموا فيها لا لاغوش لا دروات. ومن بعد طار لك سي نكاز عاش في شويه في سويسرا، يروح يتبع لك قال لك ها هو بوتفليقه راهو مريض في سويسرا، وهم جابوه وها ماتوا وها وكذا، وهذاك راهو الشبه نتاعكم والطروادي وكذا وكذا وكذا. الجماعه هذو نتاع القايد صالح كانوا يتبعوا في القضيه، جاتهم الفرصة تحركوا تحت الغطاء نتاع الحركة، مثل ما قلت لكم في تسجيلات سابقة راها موجودة بإمكانكم كلكم تعودوا تراجعوها، تحركوا في الوقت المناسب. هذه الجماعة لما تحرك القايد صالح خلاص هما واش ولاو يديروا؟ ولاو ينسقوا مع سعيد، وحبوا على جال باش يستعملوه، ومن بعد يديروا واسمه انقلاب للقايد صالح.
فيما بعد هو دخلهم للسجن بالسعيد بوتفليقة بالتوفيق بالطرطاق بالبلاكليك. درك هما هاد الناس ما طلقوش البوفوار، راح لهم وما راح لهمش كله، والله نأكد لكم باللي راهم موجودين في الرئاسة، ما زالهم الآن موجودين في الرئاسة عن طريق مستشارين، عن طريق ناس راهم خدامين ثم، ما زالهم في الرئاسة موجودين في القنوات الفضائية بما فيهم القناة الرسمية، في قنوات خاصة حتى التي تزعم المعارضة موجودين في كل مكان، ويحاول هو أنه يستعيد الحكم. ومن بين الأشياء اللي الآن هما راهم يستعملوا فيها القضية نتاع كريم طابو. شوفوا نعود نذكركم ببعض الأشياء. كريم طابو دخلوه للسجن صح ولا لا؟ لا، هذه المرة الأولى نتاعو يخي طلقوه، طلقوه ولا لا؟ لا، باش نبين لكم باللي فيه إرادتين، فيه إرادة اللي هي خرجت كريم طابو. واش قالوا كريم طابو؟ راهو كاين تسجيل بالصوت وبالصورة وكريم طابو يتحدث، وقال لكم باللي راهم منعوني على جال باش نتكلم، ومنعوه على جال باش هو يشارك في الحراك صح ولا لا؟ لا، هو موجود التسجيل هو يتحدث نهار خرجوه من السجن. في المقابل احمد بن محمد وراه هاو في دار، هضروا معاه تفهموا معاه، قال ودي راك تعرف البلاد راها تمر بمرحله وكذا وكذا وكذا، هاو جاي في دار كريم طابو عاود. لماذا؟ انا لا اشك في نضاله، لا اشك في اخلاصه للوطن، لا اشك في تحمسه، لا اشك في تشوقه الجزائر الجديده ودوله نتاع حق ونتاع قانون ونتاع كذا، ولكن مرات هو أن الإنسان ربما بالنية نتاعو راه هو يستعمل القضية نتاعو على جلب شهمة. هما راهم يلصقوا في كل قضية. هذا القضية نتاع كريم طابو، تعرفوا باللي هذا المحامين عندهم راهم منشورات موجودة، وإن أنه يقولوا باللي راهم وقفوا الحضور في هذه الجلسات، منشورات موجودة، بل حتى التنقل للمساجين. كيفاش هما عاودوا جاوا في القضية هذه نتاع كريم طابو؟ هذاك بالعربي هذاك سجنوه ولا ما سجنوش؟ سجنوه وطلقوه، علاه طلقوه وعلاه عاودوا هزوه؟ لأنه كاين فيه إرادة اللي هي طلقوا ناس بزاف، طلقوهم كانوا في السجن وطلقوه، وكاينين ناس انا راني ناكد لكم باللي غير كاينين ناس يخدموا مع الدوله العميقه يستعملوا لهم قضايا، وكاينين محامين وكاين منظمات نتاع حقوق الانسان وكذا ويستعملوا لهم قضايا في القنوات الفضائية، في المواقع الإلكترونية، في الصحف، في كذا في كذا في كذا، وينفخوهم ينفخوهم ينفخوهم، والله غير يخدموا مع الدول العميقة ويجي النهار تعرفهم بالأسماء. هاي قلت لكم هذا كريم طابو دخلوه للسجن وعودوا طلقوه. سمعتوا واش قالوا لكم في المحاكمة نتاعو المرة اللي فاتت؟ قالوا لكم باللي راهو دار اكسيدون. ماشي أنا اللي نقول، راه التسجيلات موجودة، قالوا لكم باللي راهو دار اكسيدون، هما جايبينه من السجن وراهم داروا اكسيدون في الطريق، وراها كاينة كدمات وضربات على وجهه، وذوكا من بعد طلعتها وطلعت له السخانة وهو طاح. كانوا يحوسوا يقتلوه. شكون هما هاد الناس؟ إرادة تريد أن تخرج كريم طابو، تخرجوا من السجن، وإرادة واحدة أخرى تحوسية تفجر الوضع في الجزائر لصالح من؟ كاين منهم اللي راهو درك هو يروحوا باللي راهو يدافع على كريم طابو، ولكن يخدم معاهم هو مش كريم طابو، هاد الناس كاينين اللي يخدموا معاهم، يخدموا مع هذه الدول العميقة. تعرفوا باللي
تكلم لكم تبون في خطابات راها موجودة سواء في الحملة الانتخابية أو بعدها، تحدثكم على هذه القضية نتاع المليارات. خدموا انتم الروس نتاعكم برك. كيفاش هذا؟ رب راب يطلقوا من السجن وكريم طابو يدخلوا للسجن. حرك راسك، خدم الخشخاش تاعك، خدم عقلك. علاه؟ وتحرك الدوك المنظمة تاع العفو الدولية، ناس عندهم أكثر من 25 سنة في السجن، وناس آخرين معاناة مختلفة. هاني أنا العبد الضعيف، هاني محروم من الدخول للجزائر. كش ما شفتوا هذا المحامين هذو ولو مجرد إشارة، خدامين مع التوفيق، خدامين مع الدول العميقة، ويتهموك بها، يخدموا معها. عندهم أحزاب سياسية، عندهم منظمات هذه نتاع حقوق الإنسان ما عندها حتى علاقة بحقوق الإنسان. هما يتاجروا بقضايا الإنسان، منظمات للتجارة نتاع الإنسان. يختاروا قضايا معينة، هذه القضايا اللي هي تلقى قاعدة شعبية، ويتحركوهما في الوقت المناسب، كلها من أجل التمهيد لهذا الناس اللي راهم دركوما داخل المؤسسة نتاع الجيش، باش هما يستولوا على السلطة. فهمت المسألة؟ كلها تتعلق بالسلطة. كاينين ناس دركو راهم هما يتحركوا في قضايا معينة، يتحركوا كلهم الهدف نتاعهم هو السلطة. هذا الناس راهم دركوما داخل السجن، هذا التوفيق وهذا واسمه طرطاق، ولكن عنده الناس اللي راهم يخدموا معاه في الداخل وفي الخارج. هاد الناس اللي راهم يحكيوا على حقوق الانسان، من بينهم هذه واسمه هذه زبيدة عسول، وين كانت في التسعينات؟ هذه اللي الان راها ظهر كامل تضبح، تحكي على الديمقراطيه وتحكي على حقوق الانسان وتحكي على الحريات وتحكي على الدستور. تعرفوها وين كانت ولا ما تعرفوهاش؟ هذه الناس داوهم الرقان. دوك لما تكلم هكذا يقول لك الاسلاميين ومناو وبلا بلا، الناس داوهم الرقان، داوهم الورقله، وداوهم للسجون وللمعتقلات. نواب انتخبهم الشعب، بما فيهم انتو على فافاس، كاين تاع الفافاس انتخبهم الشعب، تاع الفلان انتخبهم الشعب، هما لاصقين غفل فيس. والغاو الانتخابات، هذو اللي راهم يحكيو على الدستور، وعينوا ناس من بينهم زبيدة عسول، من بينهم هذاك سفيان جيلالي، هذو اللي راهم يظهروا نهار كامل هما يتباكوا على الديمقراطيه، ومن بينهم واحد هم يجيبوه في الشروق محلل سياسي كبير، من بينهم هذاك المؤرخ محمد عباس، ومن بينهم هذيك غريفو هذيك نتاع اللغه ونتاع نتاع كذا، وناس كثيرين راهم موجودين بالاسماء نتاعهم والالقاب نتاعهم. اي واحد يحب يطالعهم يروح يشوف الاسماء نتاعهم. هذا اللي راهم دوك داروه في تاع حقوق الانسان، راهم دايرين دوك في الرابط نتاع حقوق الانسان، هم داروا عينوه مؤخرا، واللي كان هو في اللجنه هذيك نتاع الحوار اللي داروا هذاك تاع كريم يونس، هذاك كانوا موجودين في هذا المجلس اللي كان تشرف عليه الجهاز نتاع المخابرات، عينوهم بالواحد، ومازالهم الان راهم يشتغلوا في اماكن مختلفه. واحد راهو في الدستور، واحد راهو في حقوق الانسان، واحد راهو في قناه فضائيه، واحد راهو في وزاره، وراهم مازالهم يشتغلوا مع بعضهم من اجل افتكاك السلطه او من اجل البقاء نتاع السلطه هذه الى ابد الابدين، ويستعملوا في قضايا. كريم طابو لا شك هو انه مناضل، لا شك هو انه سياسي، نختلف معه
في التصور، نختلف معه في القراءة نتاع التاريخ، نختلف معه في بعض المسائل، منها الأسلوب ومنها الأسلوب، ولكن نلتقي في أمور، نلتقي في أمور من بينها الجزائر. أنا لا أشك في الوطنية نتاعه، لا أشك في حبه للجزائر، ولكن كاين أشياء نختلف فيها. عاود نذكركم كريم طابو، شفتوا النهار اللي راح البرج وتلفوه؟ شفتوه ولا ما شفتوش؟ كاين بعض من الناس مازالهم الآن راهم مازالهم يربطوا في العقد للآن لليوم. واش راح دير فيك؟ واش راح دير في البرج في ذاك الوقت؟ كاينين الناس ينسقوا مع بعضهم. يا خويا الله يسهل عليك، بصح ما تجيش انا تستعملني. ينسقوا مع بعضهم بما فيهم هذيك المغاربيه، فهمت؟ بصح انا ما تجيش تستعملني. قال واشي؟ قال راها كاينه ندوه وكاينه كذا، وروح نتلاقاو ثم وروح نحكيو منا وكذا وكذا في اطار كذا، خدمه نتاع النظام وخدمه نتاع السربس. ومن بعد هما يتهموك باللي انت راك، لانك لماذا؟ لانك انت راك تفيق في الناس، ترك تقول باللي راك حاكموا فيك على قضيه سياسيه. راه كاينه جهات اخويا، دونك اذا تتحدث بالقانون وراكم تعترفوا بهذه المحكمه وتعترفوا بهذه العداله، السيد راه مهزوه، يديروا له قضيه. هما عندهم دوك التكييف هذيك يكيفوها، عندهم القوانين دايرينها صايغينها، سواء تعلق الامر بالجزائي ولا بالجنائي ولا مانيش عارف انا كذا بالمصطلحات نتاعهم هذيك، سواء تعلق الامر بالدستور او كذا، ويكيفوهم القضيه نتاعو ويجيبوها له يحكموك. عندهم هما لي بروف باش هما يحاكموا واحد، يستعملوا هما القضيه. اذا كان انت تحب انت تتحدث باللغه القانون، ترى طلقوك بشروط، سواء تعلق الامر بكريم طابو او بناس اخرين. تشوفوا راهم ديجا كم شفتوا الحكم نتاعو الاخير هذاك، قبل هذا الاخير هذا، حكموا عليه بست شهور سوسي وست شهور نافذه، وكان رايح يخرج اعتقد البارح ولا اليوم كان رايح يخرج. شكون هما هاد الناس اللي هما عاودوا غيروا الحكم وعاودوا قلبوه عام نافذ؟ شكون هما؟ وفي هذا الوقت وين انه راه صاريه حيحيه على هذا الفيروس نتاع كورونا هذا، يا هل ترى هاد الناس اللي هما اصدروا هذا الحكم تابعين للرئاسه؟ هذا الرئاسة اللي دوك هي راها في ورطة، عندها دوك هذا الفيروس هذا نتاع كورونا هي حاصلة، كيفاش هي تعالج هذه المسألة؟ هذه قضية نتاع أموال، وين أنه راه أعلن هذا التبون في تسجيلات مثل ما قلت نقول لكم من قبل، من أنه لابد من البحث على هذه الأموال وعلى جلب باش يعاود يرجع أموال، وراه كاين قضايا اللي هي تعالج في المحكمة. ومثل ما قلت لكم أن المحكمة ما يش في يده، وهذا الناس اللي منهم راهو يتحدث على زغماتي هذا، لا شك هو أنه راهو يشاهد فينا، وأنا راني نتكلم من أجل مصلحة البلاد، ماني طامع في حتى واحد. الناس اللي ربما كاين منكم راهو يقول هذا السيد راهو يحوس على الباسبور، والله يو طبلوا بنتم بالباسبور تاعكم، سواء كنتم في السلطة أو كنتم خارجها. أنا نتحدث حول المصلحة نتاع البلاد وما يهمني في حتى واحد. هذا زغماتي هذا أزعجهم، فهمتوا؟ أزعجهم، لأنه ذرك هو رايح يضرب هذا الناس اللي راهم يبانوا مرة على مرة، لأنه هذو راهم كيما الفاع،
هذا هما الحنوشة يا زيطوط، راه من الداخل الفاء، هذا هما تعدوا للعميقة، هذا هما الحنوشة اللي راهم متخبيين، متخبيين في القضاء، متخبيين في الإدارة، متخبيين في الإعلام، متخبيين في كذا، وراهم قاعدين هما يتلونوا، فهمت؟ كل مرة يبدلوا الوسم نتاعهم. هذا زغماتي درك هو راهم كاينين رؤساء نتاع مجالس ولا كذا، ربما كاين فيه حركة أو كاين فيه كذا على جال باش هما يزوحوهم بطبيعة الحال، هما يختاروا الوقت، خاصة هو أنه الشعب راهو كان هو شعب في الشارع، ما يقدروش هما الدنيا تغلي هما يزيدوا ينوضوها، يتحركوا هما في أوقات مناسبة، عندهم ناس راها تتحرك، عندهم لجان، عندهم ناس، عندهم العيون نتاعهم أيضا راهم يتحركوا، وهذوك بالمرصاد راهم قاعدين يستغلوا في الأوقات المناسبة على جال باش يتحركوا باش ينوضوا. الآن دركو ما تحركوا، تحركوا لأنه بدأت تعطل فرصة لهذا الناس بعد ما جاء هذا المرض نتاع كورونا. راكم شفتوا هذاك الوزير هذاك نتاع التجارة هذا كيفاش راهو يتحرك. دوكا انا نتكلم هكذا، قال لك السيد هذا نتاع النظام، الرؤوس الفارغة، الرؤوس المقفلة، عوض هو انك انتم تعاونوا الناس اللي راهم يحوسوا يخدموا البلاد وتهيئوا الأرضية من أجل على جد باش تجي شرائح واحد أخرى باش تغير، انتم تساعدوا في انتاع الدول العميقة وتضيقوا على الناس اللي راهم يحوسوا يخدموا، تضيقوا على الناس اللي راهم دوكم يحوسوا على التغيير، تخدموا في هذا الناس انتاع الدول العميقة، تعطيوا لهم في الكادوات، تعطيوا لهم في الفرص، هما راهم يستعملوا في القضية هذه انتاع كريم طابو، انت توقف معهم، وقف معاه. هذا التبون في حد ذاته هو كان بنو في الحبس، ولا راني غلط؟ تبون في حد ذاته هو كان بنو في الحبس. هما ذرك هذا الناس راهم يتحركوا يروحوا يعتقلوا ناس ويسجنوهم ويديروا بعض الأشياء حتى باش هي تمسح فيه، تمسح في هذا الزغماتي، قال شوف شوف العدالة، شوف تمسح في هذا التبون، قال شوف شوف الجزائر الجديدة اللي راهو يهضرنا عليها، شوف فهمتوا المسألة وراها. إذن هو ما يستعملوا في هذه القضية، ذرك هذا كريم طابو راهو هو ضحية في هذه القضية، راهو هو ضحية، هو لا شك أنه مناضل وأنه سياسي، وهو أنه راه هو يتحرك في الحراك والله ذيك على جال باش هو عنده راه أنصاره، حتى عنده هو راه ضغط، راه الناس من وراه كيفاه وتحرك وتكلم وكذا، وهو هذاك هزوه وهو هذاك ضربوه وهو هذاك كذا وهذا وكذا، وهذه الفرصة نتاعنا وهذه كذا. لا شك هو أنه راه تحت الضغط هو راه يتحرك، حنا رانا من بعيد رانا نشوفه ورانا نراقبه، وكاينة بعض الأشياء اللي ما تشوفوهاش، كاين بعض الاشياء اللي ما تولهوش ليها، وربما كاين بعض من الناس اللي هما محدودي الفكر، يقول لك اخويا انا ما فهمت لك، انا يا ساعات تقول هكذا ساعات تقول هكذا، راني قلت لكم انا هذو راهم كيما الفع، شفت انت لما تكون انت تمشي وراهم دايرين لك فخخ وحده من ورا خوتها، انت تتخطى، قال هذه هاي شكون تخدم، هذه شكون تخدم، احنا رانا نحوسوا على تغيير، بصح انا ما لازمش واحد يستعملني، لا باسم المعارضه ولا باسم الدين ولا باسم الوطنيه ولا باسم التاريخ ولا باسم مانيش عارف انا واش، ما لازمش تستعملني انا. مع كريم طابو في الحقوق نتاعو اللي هي ماهيش مزيه حتى نتاع واحد، حقه في التعبير، حب هو يدير حزب سياسي الله يسهل عليه، يقدم البرنامج نتاعو ويدير المؤتمر التأسيسي نتاعو، وإلا كان هو استوفى الشروط هذيك اللي راها موجودة وفق القوانين اللي راها موجودة الله يسهل عليه، ربي يسهل عليه، إذا كان راهو شاب معاه الله يسهل عليه، ولكن ما لازمش يستعملوكم وما لازمش يستغبيوكم فيه قضية نتاع أموال، وفيه درك ناس راها تتحرك
ومثل ما كنت نقول لكم انا في وقت سابق، راه الكلام تاعي راه مسجل من سنوات من قبل ما ينحيو توفيق، تحدثناكم على الدول العميقه وقلنا لكم باللي راها موجوده من الرئاسه للبلديه، وكيما موجوده في الداخل راها موجوده في الخارج. يعني درك هذا تبون جا درك لقى القضاة هذو كل راهم يمشيو كيما راهم يقولوا لكم الناس استقلال القضاء، ما كان لا استقلاليه القضاء ولا محزنون. هذا الجهاز نتاع الدول العميقه مازالوا موجود، والقضاة مازالهم يخدموا في السلك القضائي، ومازالهم ناس موجودين في الاداره، وهذو الوكلاء نتاع الجمهوريه والى غير ذلك مازالهم موجودين في السفارات في القنصليات في كل المجالات مازالهم موجودين. وهذه القضيه نتاع كريم طابو استعملوها ويحوسوا الان يصنعوا بها وضع اولا من جهه على جال باش يزيروا هذه الدول اللي راها درك تحاول هي انها تتعامل مع الجزائر وفق هذه المعطيات الجديده، على جال باش يمنعوا هذا التواصل، باش هما ما يخليوش هذيك الاموال تعاود تدخل للجزائر. ومش مستبعد هو انكم تسمعوا بينيام، تسمعوا بكاش قناه فضائيه تحت اشراف خالد نزار، مش مستبعد. شكون اللي خرج خالد نزار؟ شكون اللي خرج؟ وين راه؟ شكون اللي خرجوا؟ خدموا ترى روسكم. هاد الناس اللي هما كانوا ماشيين مع نزار لما داروا الانقلاب نفسهم راهم مازالهم معاه اليوم بعناوين مختلفة. كاين اللي راهو خارج ليها طاي طاي، خارج ليها صوار، وكاين الناس اللي راهم يتلونوا باسم القضاء، باسم المحاماة، باسم حقوق الإنسان إلى غير ذلك، ولكن راهم يخدموا مع خالد نزار. إذن الإخوة والأخوات لازمكم تربطوا الأحداث مع بعضها البعض على جال باش تفهموا هذه المسألة، ولازم الإنسان يستعمل المنهجية في ربط هذا السلسلة نتاع الأحداث. لما تروح لك حلقة راح لك كلش قضية بكين أشياء اللي راه درك مثلا في كريم طابو هذا، كاين أشياء تخصه هو تخص النضال تاعو، تخص الحقوق نتاعو هو، وكاين أشياء مرتبطة، وهذه الأشياء المرتبطة ما تقدرش تفصلها انت. علاش تلقى انت ناس راهم يدافعوا على بوطيف في وقت من الأوقات في التسعينات؟ لماذا؟ وعلاش الناس راحوا جابوا بوضياف في البداية نتاع التسعينات؟ علاش؟ لأنه لما انت تقرأ التاريخ تلقى بوضياف باللي كان في صراع مع أحمد بن بلة، كان في صراع مع أبو مدين، وهما لما جابوه على هذا الأساس في نفس الصراع، لكن بمجرد هو أنه بوضياف بدأ يفيق باللعب نتاعهم قتلوه. تعرفوا من بين الناس اللي هما كانوا مشاركين في الانقلاب واحد من الأصهار تاع كريم بالقاسم، وروحوا بحثوا، روحوا شوفوا بحثوا، كان جنرال وهو سماه خالد نزار من الأصهار تاع كريم بالقاسم، كان موجود معاه واني سميته المره اللي فاتت. روحوا بحثوا هاد الناس اللي راهم يتحركوا، روحوا شوفوا شكون اللي راه كاين. اللي كيما كنت نقول لكم من قبيل راهم درك هما يمشيو مع كريم طابو، يمشيو معاه. كاين الناس اللي عندهم نيه، راهم يشوفوا فيه جون هكذا صغير، انسان مثقف، انسان مناضل، انسان عنده حماس، انسان راهو يحب هكذا البلاد وكذا، ماشيين معاه. وانا واحد من الناس اللي هو، ولكن انا نمشي وراسي مفتوح، ما يجيش يستعملني حتى واحد.
لكن كاين الناس اللي هما تحكم فيهم خلفيات، روحوا شوفوا، روحوا شوفوا هذيك راديو ام، هذيك شكون اللي راه يدعم فيها؟ شوفوها شكون اللي راه يدعم فيها، شكون اللي راهم ثم يجيبوهم، شوفوا الاهداف نتاعهم مع من راهم يخدموا. مشيو مع غديري، مشيو مع بن فليس، مشيو مع الجنرال الفلاني، مشيو مع، روحوا شوفوهم. صحف شوفوا الوطن ولو ماتان وشوفوهم، وليبرتي شوفوهم، وناس راهم موجودين في الخارج يتحركوا على هذا الاساس. وتتحرك هذاك عروبي، هذاك اسلامي، هذاك كذا، وفاقوا روحوا عقب الطنوها هذوك البقري اللي راكم تستعملوا فيهم نتاع الاسلاميين، الاسلاميين اللي يارونجيوكم هذوك، اللي تركبوهم كالحمير كالبغال. ولكن الناس اللي فايقين ما تقدروش انتم تركبوهم. اذن الاخوه والاخوات لازمكم تتفطنوا لهذه المساله. كان في عده قضايا من بينها هذه الاموال اللي راهو تحدث عليها تبون، وقال على جال باش هو يعاود يرجعها. هاكم تشوفوا الان كيفاش راهم دايرين حمله، حمله عليه، وها هو قال، ها هو قال، وها هو قال لكم درك، ها هو قال لكم لموا الكورونا. امريكا، امريكا وما ادراك ما امريكا، فرنسا، المانيا، دول غنيه، ومع ذلك هاكم تشوفوا فيهم كيفاش راهم يجمعوا على جال باش يخص يحطوا الاف الاف المليارات نتاع الدولارات باش يديروا كاس لمواجهه هذا الخطر الداهم اللي راهو في العالم كامل. والجزائر عندها اربعه دورو، اربعه دورو، ما لازمكمش تتعاونوا، ما لازمكمش، ما تمدوش، خليهم برك ثم. وقاعدين يتبكاو، شوفوا شوفوا السبيطارات، شوفوا شوفوا السبيطارات، هم ما عندهمش الماسك، وهم ما عندهمش كذا، كلهم يحوسوا باش يهبطوا هذه الدوله. وفرق بين اسقاط الدوله واسقاط هذا الناس اللي راهم في السلطه، فرق. كلهم على جال باش هما يضعفوا في الدوله من اجل عجل باش يستولوا عليها. هذا مكان سيتو. كاين الناس اللي راهم درك هما ما على بالوش، المهم راهو عنده الجامات وعنده التعليقات، وراهو حاسب روحو فرعون. يا بغلون راك تخدم في ناس راهم يستعملوا فيك، يوفيق افطن لعمرك، راك 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 كارثه على الجزائر. ناس راهم راكبينك وراهم مدين البلاد، مدينها للهاويه، فيق لعمرك يا خويا. كاين قضايا كثيره نختلف في الرؤيه نتاعها، نختلف في القراءه نتاعها، فهمت؟ نختلف، وما كانش هذيك نتاع انا نمشي معاك، ما نمشيش معاك. وين راح تبان انت مع احمد طالب الابراهيمي؟ وين رايح تبان معاه انت؟ لا في السياسه ولا في الاخلاق ولا في الثقافه ولا في التاريخ ولا في النزاهه ولا في كذا. وبسلامه بالعافيه، بسلامه بالعافيه، انتهى بالنسبه لي انا، خلاص. نجي انا نمشيك مع واحد حمار ما هو فاهم لا من كرئيه لا من رجليه، وقال لك واجي اروح تبع، نمشي معاك كريم طابو، ولكن نحل العينيه. كريم طابو انا اتفق معاه في بعض المواقف، نحوسوا على جزائر جديده، نحوسوا على كفاءات، نحوسوا على عداله، نحوسوا على عداله اجتماعيه، نحوسوا على جل باش نطوروا بلادنا، نحوسوا على جل باش تكون هناك ثقافه. نتفق مع كريم طابو في قضايا، واختلف معاه في قراءه، اختلف معاه في الاسلوب، فهمت؟ كاين الناس اللي راهم دركم متشبعين بهذيك الصراعات هذيك. يا خويا ايت حمد اللي راهو كان هو كونتر بومدين، وراهو صار هو صديق الحمروش. ايت حمد اللي راهو كان هو كونتر بومدين، وراهو كان صديق الحميم اللي اسمه احمد طالب الابراهيمي. ويجيك انت واحد امشي معاه والله ما كانش،
ما نمشيش معاك على اساس واش نمشي معاك انت شكون واش تكون واحد ما يعرفكم في البلاد واحد ما يعرفكم جات هذه الوسائل كاين الناس اللي هما نفخهم في قنوات فضائيه شعلوا بهم ليبيا شعلوا بهم سوريا شعلوا بهم العراق شعلوا بهم اليمن وكاين الناس هما يستخدموا فيهم وهو طايحت له على الكوست وراه يدخل 100 اورو في النهار والله هذيك في اليوتيوب والله في كذا وحاس بروحه باللي راهو عظمه ماك والو تدي انت الله يحرق هذا الدراهم اللي تديهم والجزائر تحرقها لقيت الناس الرؤوس المقفله اللي راك انت تعبي عليهم لكن يجي النهار تاكد باللي يجي النهار ويطلع النهار تاعك نهار تفيق الناس تعرف شكون انت اذا الاخوه والاخوات باش ما نطولش عليكم كثير هذه المساله نتاع كريم طابو تم استغلالها كل ما في الامر كريم طابو سجنوه اطلقوه بشروط فيما بعد بقى هو في الحراك وبقى هو يستعمل في هذاك الاسلوب كاين جهه اللي راها هي داخل هذه السلطه هذيك ما يساعدهاش هذاك الامر تاع التهييج ونتاع كذا لانه هذاك التهييج هذاك راهو يخدم هذه الجهات نتاع الدول العميقه اللي كنت نقول لكم انا ولازلت مقتنع بهذه القضيه هي انها تستغل في اوقات معينه من اجل هي تقطف الثمره هذيك يحرشوا بين زوج من الناس يدعموا واحد ضرب من هي يقبطوا من هي يزيدوا من هي من بعد يلا يضربكم في زوج ويخرجوهما حوسوا على السلطه دخلوه للسجن عاودوا خرجوه بشروط من بعد عاودوا دخلوه نفس الشيء بالنسبه لهذاك بالعربي هذاك لماذا لانه ايضا يتم استعماله ويتم استغباؤه لما تسمع له هذاك عربي بن مهيري ولكن راكبين عليه انا النهار اللي شفته في الفيلم داروا في فيلم فوتوه هنا في فرنسا عرفتوا باللي خلاص راني تحدثتكم عليه في وقت سابق الناس اللي راهم شافوا الفيلم هذاك نتاع كونتر بوفوار راهم على بالهم مستعملينه عن طريق هذيك نتاع حركه بركات مستعملينهم ومره على مره باش ما يفيقولهمش هز ذاك وروح حطه في الحبس خليه ثم بالاضافه الى انه كاين ناس يغرسوهم حتى داخل الحبس يغرسوهم من اجل باش يجيبوا لهم اخبار ومن اجل ايضا باش يغرسوهما بعض الاشياء ثم في هذيك السجون هذه ويخرجوا ناس وانت تبعك شي اخويا حوسوا على جزائر جديده ارواح نلتقيو على مائده الحوار في الشفافيه هات الطرح نتاعك هات الباجاج اللي عندك هات الافكار اللي عندك هات الرؤيه المستقبليه اللي عندك هات الاستشراف اللي عندك هات البرنامج نتاعك واروح نتناقشوا ربما نلتقي معك في فكره تلتقي معايا في فكره واروح نتعاونوا من اجل خدمه الجزائر اما باش تجي انت تفرض عليا انه نمشي انا مع ذاك ولما مشيتش معاه راني مع ذاك ما نمشي معاك لا معاه انا نمشي مع الجزائر ونمشي مع الشيء اللي يخدم الجزائر فهمت انا نشوف درك هذا النظام المتسلط المتجبر كذا ونشوف انا باللي راها كاينه فيه مصلحه للجزائر ما نخليش انا ونروح نتبع انا واحد راسه فارغ فهمت روح درك هاي الناس راها تعاني مثل ما قلتها لكم في التسجيل السابق تعاني في السميد وتعاني في الزيت وتعاني في السكر روح مد لهم حرش الناس برك حرشهم حرضهم نهار يتقاتلوا ومن بعد روح انت خاطي ترك سلمي وترك تدعو بطريقه حضاريه كما كان يقول رشيد نكاس طريقه حضاريه فهمت تحرك وحرض
ونوض الناس ومن بعد انت راك تمشي فيها بطريقه سلميه وبطريقه حضاريه. شفتوا خطاب تاع التسعينات ولا ما شفتوش؟ والله العظيم راني نشوف في ناس غير اخطر اخطر من الناس اللي كانوا في التسعينات، اخطر من عنتر زوابري وزيتوني والله لا اخطر يا صاحبي. هذه الازمه اللي راها ماتت فيها الالاف المؤلفه وسجنت ناس وتم الاعتقال تاع الالاف، وخلي من المختطفين، خلي من الناس اللي طردوهم من الوسمو نتاعهم، وناس ضربت مليارات على ظهور الناس، مازالك ما فقتش يا صاحبي. تحوس انت درك كل مره منين ما تجي فرصه نتاع التغيير، يلا يا خويا قبل ما تتكلم خدم الخشخاش نتاعك. واش تحسبوا في الناس بقري؟ والله هذا اللي راهو دوك المرجع نتاعو كبران، هذا دوك يجي عنده معلومات، ما عندك انت واش عندك؟ واش عندك مرجع نتاعك كبران؟ مرجع نتاعك واحد راهو ياكل في اللوبيا ويجي يضرط على الغاشي؟ واش عندك؟ ما عندك والو، ما عندك والو. ومن بعد يلا هو يخدم في الدول العميقه وراه معارض كبير ويتهم في الناس، قال هذاك هو يخدم في المخابرات وهذاك هو يعرف المخابرات وهو هذاك هو. او فاقوا فاقوا، رانا نعرفوا النظام ونعرفوا نميزوا بين الناس اللي راهم في النظام. كاين الناس اللي راهم درك هما ولاد اصول، نعرفوهم ناس خدامين، ناس راهم يضربوا على البلاد، وحتى كاينين الناس اللي رانا ما نتفقوش معاهم في الافكار وما نتفقوش معاهم في الطرح وكذا، ولكن لا نشك في الاخلاص تاعهم ولا نشك في الحب نتاعهم للوطن. ويجي واحد انا مشي معاه ويلا نمشيش معاك اخويا. اتمنى هو ان راني افدتكم بهذه المداخله فيما يتعلق بالاخ كريم طابو. انا نقول الاخ، نقول الاخ كريم طابو ونقول الاخ احمد شوشان واخوه اخرين، ما عندي حتى مشكله، ما عندي حتى مشكله معاه شخصيه، ولكن نفرق بين الامور الشخصيه وبين المصلحه نتاع البلاد. انا من رايي هو انه كريم طابو يطلق السراح نتاعو، من رايي هو ان يطلق السراح نتاع هذا بالعربي وناس اخرين، من رأيي هو أن يطلق السراح نتاعهم كامل، هاد الناس اللي هما أدخلوا السجن بهذا المسألة هذه نتاع الحركة. يا صاحبي راهو سب هذا كريم طابو، يا ودي الناس راه قتلت، راه أسال الدماء، وين رايح يبن هذا السب نتاع كريم طابو؟ ولا راهو قال كلام؟ ناس راه قتلت وذبعت وارتكبت مجازر، وين الناس قاعده دايره وقتها صار النزار هذا العدو نتاعكم؟ متى؟ اتمنى هو ان راها الرساله وصلتكم، ان اصبت فمن الله وان اخطات فمن نفسي ومن الشيطان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.